مجدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. هالليلة وين قلوبنا؟ وين أرواحنا هالليلة؟ أجسامنا هنا يا أبا عبد الله، وأرواحنا وقلوبنا الآن تطوف حول ذلك الشباك الطاهر. قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. مأجور. يا زائري بقعتين أطفالهم ذبحت، فيها خذوا تربها كحلا إلى البصر. وله فتى، رحمك الله يا سيد هاشم، هنا عدكم هذا. وله فتى لبنات الطهر يوم رنيت إلى مصارع قتلاهن والحفر. ماذا صنعنا يا سيد؟ قال رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعور. فتلك تدعو حسينا وهي لاطمتين منها الخدود ودمع العين كالمطر. وتلك تناديه وجداه وأبتايا، وتلك تنادي ويتمى في الصغر. يا سيد أخبرنا عن حال فخر المخدرات زينب. قال فلو ترى وأم كلثوم مناشدة والهاوتا، يعني مذعورة مذعورة زينب، والهاوتا الثم ترب الطاف كالعطر. يا دافن الراس عند الجثة تحتفظ، بالله لا تنثر تربا على قمري. ليش يا زينب؟ رشوا على قبره ماء فصاحبه. هالليلة يترحم عليها صرختك الإمام الصادق، هالليلة يترحم عليها صرختك إمامك الصادق. ها رشوا على قبره ماء فصاحبه
معطشون بللوا أحشاء بالقطر بعد لا تخرجوا أسهما في جسمه نشبات خوفا يفور دم يطمو على البشر لا تدفن الطفل إلا عند والده فإنه لا يطيق اليوت في الصغر بعد عدنا واحد بعد نعرج عليها الليلة لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدين أيوة عباسا فالرأس عين جسمه حتى اليدين بري يا راجعين السبايا قاصدين إلى يا أرض المدينة ذاك المربع الخضر شنو عندك يا زينب قالت خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطبوا الجد هذه تحفة السفر